اهلا بيك يا صلاح، كابتن. شو حضرتك؟ ربنا يخليك، الف مبروك امبارح. ربنا يخليك يا كابتن. هايل، كنت نايم ولا ايه؟ صحيناك؟ لا 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 مراد ياكين طبعا المدير الفني لبازل السويسري. كابتن محمد طبعا هو بيلعبك في ناحيه الشمال. ها الماتش امبارح كان بيلعبني في ناحيه الشمال، في بعض الاوقات بلعب يمين بعض الاوقات شمال، يعني حسب. طب يعني قال لكم ايه قبل ماتش زينت سان بطرسبرج؟ يعني ازاي لعبتوا مباراه زينت سان بطرسبرج وهي مباراه قويه وكان فريق قوي امام طبعا اسباليتي المدير الفني لهذا الفريق وهالك وزيركوف وكان الكثير من النجوم في زينت سان بطرسبرج؟ والله اعتقد المدير الفني مراد يعني وكان عامل الماتش بشكل كويس، لعبني ناحيه الشمال، قال لي انت مش هتدافع كتير لان هالك ما بيرجعش كتير، بس انت محتاجينك في المان تو مان، يعني واحد لواحد تبقى قدامك مساحه ان انت تساعد الفرقه بشكل كويس، تعدي بشكل كويس، تساعدنا في الدور الهجومي اكتر يعني. عادة بتلعبوا ب 4 2 3 1؟ يعني اوقات لا 4 3 3 دايما. 4 3 3 بيخليك انت في الثلاثه اللي قدام. ها؟ بيخليني دايما في الثلاثه اللي قدام. صلاح بتلعب مع زوي احسن ولا الكسندر فري؟ مع مين يا كابتن؟ زويا ولا الكسندر فري احسن؟ الكسندر فري احسن ولا زويا؟ بترتاح مع مين؟ لا والله الكسندر الفتره الاخيره ما بيلعبش بصفه مستمره، يعني دايما في مصاب مثلا، ما بيلعبش دايما كتير يعني. فانا مش دايما بلعب مع اليكس يعني. كابتن محمد يعني انا مش عايزك تقرا جرايد مصريه كتير، مش عايزك تبص لل يعني الحاجات المصريه كتير، خليك مركز في شغلك، خليك مركز في فرقتك، وان شاء الله انت يعني امامك مستقبل واعد ومعاك محمد النني وربنا يوفقك ان شاء الله، ومش عايزك تبص كتير للصحافه المصريه. ها انا ما بصيتش والله خالص، انا ببص امبارح بالصدفه يعني، فانا راجع من ماتش الحمد لله ماتش كويس، الناس كلها فرحانه ومبسوطه بيا هناك في النادي، ويعني وكله بيبارك لي، انت اللي كنت سبب في الفوز النهارده وشاركت بشكل كبير قوي في الفوز النهارده، فانا عادي انا قاعد ما بعملش حاجه يعني. فرجعت في الماتش ببص على النت يعني، فلقيت في كلام مستفز بصراحه يعني، لما احس ان الناس اللي هنا مبسوطه والناس اللي هنا بتبارك لي وانت كنت كويس واحسن واحد في الماتش، وجيت النهارده في الجرايد ناس صحابي ترجموا لي يعني الكلام اللي مكتوب بالالماني وكده، ان انت واختارينك احسن لاعب في الماتش، فاجي الاقي كلام في مصر الناس يعني في مصر اللي بيقطموا فينا مثلا، ولا انا مش فاهم بس صلاح. انا اكتر من اللي بره انا لسه كنت بكلم الكابتن تامر كابتن يعني. قبل ما تخش معانا كنت بكلم الكابتن تامر، انا كنت بتفرج على قناه ايطاليا سكاي امبارح، اتفرج عليك الماتش، ناس كلموا عليك كويس جدا جدا جدا، وبعض الصحيفه الايطاليه كمان النهارده اسمها كوريدي سبورت اتكلمت عليك، وانت تكنيك من المباراه. ما يحدث عندنا في الاعلام المصري ما تاخدش بالك منه خالص، عندكم ماتش صعب جدا على ملعب زينت سان بطرسبرج مع مدرب قوي، مع فرقه سريعه عندها امكانيات عاليه جدا، عندها اطراف ملعب ممتازه زي دانيو سيماك، وكمان عندهم هولك نفس الموضوع، فيتسل وشيركوف لعيبه من افضل ما يمكن، حتى دكه البدلاء في زينت قويه جدا. ركز في ماتشك، ركز في اللي انت فيه، لان انت عندك مستقبل كويس، وعندك كمان توصله مع فرقه بازل كفرقه سريعه وعندها امكانيات فنيه عاليه جدا، فانا ما تركزش قوي مع الصحافه المصريه. ان شاء الله يا كابتن باذن الله. توفيق يا صلاح يا رب باذن الله، وانا كل ما اتمناه بس ان انت يعني تعمل حاجه ليك انت كشخص مجدي شخصي ليك في الاول، وتركز وتقف على رجلك، وما تنظرش كتير جدا للصحافه المصريه ولا ما يكتب عنك، وانا متاكد ان شاء الله هتعمل حاجه كويسه وتعمل حاجه في اوروبا كويسه ان شاء الله. يا كابتن محمد بتمنى لك كل التوفيق يا رب ان شاء الله، ان انت لاعب كويس وعلى خلق كويس، وربنا يوفقك دايما. بقول لك يا صلاح. نعم يا كابتن. بتكلم حجازي ولا لا؟ لسه بكلمه امبارح. عامل ايه حجازي كويس؟ الحمد لله خلاص. طب قول لي اللغه عامله ايه معاك في سويسرا؟ حجازي لسه ما بيتكلمش ايطالي، بيتكلم ايطالي زي الياباني بالظبط. انا بتكلم الماني زي الصيني. النني عامل ايه يا صلاح؟ النني الحمد لله كابتن والله، لا انجليزي ولا ياباني ولا مصري ولا اي حاجه. بقول لك على فكره برضه اتكلموا عليه كويس جدا جدا امبارح في ربع ساعه اللي لعبها، اتكلموا عليه كويس جدا.
اه والله هو ما شاء الله بيأدي بشكل كويس، هو لعيب كويس جدا، بس يعني مشكلته مشكله كبيره بالنسبه له اللغه، لا عربي ولا انجليزي ولا اي حاجه يعني، صعبه جدا يعني. لا خد بالك هو جاي على اثنين لعيبه جامدين برضو، على كابرال وعلى ديا، الاثنين لعيبه كويسين يعني، لعيبه اساسيين في الفرقه وثابتين. انما النني ممكن اللي مساعدهم بشكل كبير ان هم بيتكلموا لغات، بيتكلموا فرنساوي وبيتكلموا الماني، انما النني يعني بيقعد ينزل لهم دماغه وخلاص، ويجي في الاخر يقول لهم ما بيقولوا ايه. حاولوا يا صلاح في لعيبه اللي هم الافارقه واللعيبه الاجانب اللي هم من دوله ثانيه، بيجيبوا مدرسين خصوصيين بيقعدوا معاهم ساعه كل يوم على الاقل؟ انا معايا مدرس انا. طب والنني معهوش حد؟ اشمعنى النني؟ النني لسه محتاج يبدا انجليزي من اول وجديد، يا سلام. فلسه قدامه ان شاء الله 3-4 سنين كده على ما يتعلم اللغه، وبعد كده يدخل الاحتراف. يتعلم اللغه العربيه الاول. ربنا يوفقك ان شاء الله. بتكلم بالمحله ايوه وكده. حرام عليك تقطعت فيه بقى كده خلاص. لو جنبك النني يا ريت اكلمه والنبي، لو موجود يا جنبك. لا هو في بيته والله، في بيت. انا بخاف انا من الحاجات دي، لا القط منه اللغه بتاعته، فريق انا ببعد انا في الحاجات دي، يا دوبك اخرنا التمرين واجري. بس عاوز اقول لك بلغه ان فعلا برضو القناه امبارح كلمت عليه كويس جدا، والصحافه اللي طلعت كلمت عليه كويس في الربع ساعه اللي لعبها، قالوا اللعيب حافظ مركزه، امكانياته الفنيه عاليه جدا، لعيب جريء ما بيخافش، ودي من الامور الكويسه جدا بالنسبه للاعب الارتكاز. ربنا يوفقه. لا يعني كان سبب ان هو تغيير النتيجه، كان نازل 0-0 بالشوط اللي عملها، ربنا كرمنا بجولين بعد ما نزل. اي نعم ما متهنش فيهم ولا عامل فيهم اي حاجه، بس يعني نمشيها له. الحمد لله. تحياتنا، وان شاء الله يعني لسه كنت بقول لكابتن خالد عايزين نشوفكم في الاجازات بس في مصر، يعني نتمنى تكملوا ان شاء الله في اوروبا، تكونوا في اوروبا متواجدين دايما ان شاء الله. قبل ما تقفل يا صلاح والنبي، ان شاء الله يا كابتن اتفضل. بتتفرج على المقاولين؟ اه طبعا زي نادي المقاولين. عاجبك اللي بيحصل في نادي المقاولين دلوقتي؟ اكيد لا طبعا والله يعني مقصرين كتير انت والنادي. انا كنت اتمنى النادي يبقى في مركز اكبر من كده يا رب، بس مش عارف والله اللعيب فين بالظبط يعني. اتمنى لهم التوفيق، ونتمنى لك كمان التوفيق. نتمنى التوفيق دايما ان شاء الله يا كابتن محمد، وان التحقتنا للكابتن محمد النني، وتوفيق لكم ان شاء الله في المباراه القادمه في دوري ابطال اوروبا. بشكرك شكرا جزيلا. ننتقل